اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من بين قوسين نناقش فيها تجنيد الاطفال ونبحث عن الاسباب والحلول قالت تقارير أممية في وقت سابق أن مليشيا الحوثي قامت بتجنيد أكثر من عشر ألف طفل يمني في حربها منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر عام 2014 بينما تشير منظمات محلية إلى أن الحوثيين كطرف في الحرب جندوا ما يزيد عن 23 ألف طفل ووفقا لمنظمة وثاق للحقوق والحريات فإن الحوثيين جندوا خلال العام الماضي أكثر من 2500 طفل، معظمهم ينتمون إلى محافظات صنعاء وذمار وعمران والمحويت وحجة بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل. بشيء من التأمل في أسباب المشكلة نجد أن الفقر والبطالة والجهل هي الأسباب الأكثر دفعاً بالأطفال إلى أتون الحرب. يستغل أمراء الحرب في الجهتين حاجة الناس إلى المال. فلا يكون امام اطفالهم ومراهقيهم الا التجنيد كاقصر الطرق لتامين الاستقرار المعيشي ولو في حده الادنى. في حلقه اليوم نناقش المشكله ونبحث عن اسبابها مع بعض المختصين والحقوقيين. قبل البدء ارحب بضيوف الحلقه عبر الرقم الاصطناعيه من العاصمه المؤقته عدن رئيس منظمه سياج الاستاذ احمد القرشي ومن واشنطن سيكون معنا الباحثه السياسيه فاطمه ابو الاسرار ومن تعز سينضم الينا المحامي والناشط الحقوقي في مجال حمايه الطفوله الاستاذ علي الصراري ونبدا مع ضيفي من العاصمه المؤقته عدن عبر الاقمار الاصطناعيه رئيس منظمه سياج الاستاذ احمد القرشي، سيد احمد مساء الخير. مساء الخير اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ احمد يعني انتم كمنظمه متخصصه في شان الاطفال يعني كيف تتابعون مساله التجنيد والتي يعني تتفاقم يوم بعد يوم؟ نعم هناك لا شك زيادات مضطرده فيما يتعلق بتجنيد واشراك الاطفال في النزاع المسلح في اليمن خصوصا خلال السنوات الاربعه الاخيره نظرا لاسباب عديده منها اتساع رقعه المعارك والمناطق التي شملتها النزاعات المسلحه وتدمير كبير لحق العمليه التعليميه، حاله نزوح كبيره تسببت في تقلقل الاطفال وعدم يعني استقرارهم، ايضا ارتفاع معدلات المعيشه وتدني كبير جدا في 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 معدلات الفقر وانعدام سبل العيش، وايضا يعني هناك سبب محوري جدا هو حاله التحشيد الكبيره جدا للحرب والقتال و وال للموت ولا يوجد يعني في خطاب في الخطاب الاعلامي الموجه للجمهور اليمني سواء كان عبر وسائل الاعلام او عبر المساجد او عبر السوشيال ميديا او غيرها لا توجد يعني خطابات تدعو الى يعني تعزيز حقوق الطفل والى تجنيب الاطفال الاشتراك في النزاع المسلح والى ايضا السلام والتعايش والى ما هنا يعني هناك يعني تحشيد خطير جدا على مستوى البلد هناك انقسام كبير جدا في النخب السياسيه وفي المجتمع هذه القت بظلالها على الاعلام وعلى وسائط التواصل الاجتماعي التي تحشد هناك ايضا الفن تم تقديم يعني نماذج جديده من الفن الزوامل والشيلات وغيرها كل هذه تحشد وتحبذ في الموت وفي القتال وفي القتل وفي ايضا استهداف الاخر اليمني وتخوينه والنيل من وطنيته والنيل من يعني حقه كانسان في العيش وايضا كشريك في الحياه يفترض ان نكون جميعا يمنيين على وفاق واحد، هذه من ابرز الاسباب التي ادت الى زياده كبيره، نحن قدرناها في 2016 باكثر من 500% فيما يتعلق بالاطفال الذين اشتركوا في النزاع المسلح في اليمن خلال هذه الفتره من 2015 او من 2014 عفوا الى يعني يومنا هذا، وهذه الزياده للاسف الشديد ايضا لا توجد يعني حلول لمعالجتها، وربما ناتي الى هذا هذه الجزئيه، لكن اقول انها واحده من الاسباب المحوريه انه لا توجد حلول حتى الان للحد من يعني تجنيد واشراك الاطفال في النزاع المسلح، لا يوجد قانون ولا دستور والجماعات المسلحه هي من تسيطر على الارض في غالبيه المناطق اليمنيه ان لم يكن جميعها، وهي لا. التي تجند الاطفال حتى الجيش الوطني وحتى يعني مؤسسات حكوميه لا تستطيع ان تقوم بدورها في فرز وتصنيف المجندين وايضا محاسبه الذين يقومون بتجنيد الاطفال، السلطه القضائيه يعني مشلوله تقريبا، النيابه العامه شبه متوقفة خاصة في هذا الجانب لا يوجد ايضا تشريع وطني يجرم ويحدد عقوبات فيما يتعلق بتجنيد واشراك الاطفال النزاع المسلح وحتى ان وجد هذا التشريع لن تجد له من يطبقه اليوم وحتى فيما مضى نحن كنا امام مشكلة كبيرة فيما مضى ان معم. الحكومة اليمنيه كانت ترفض الاعتراف يعني بمشكلة تجنيد واشراك الاطفال النزاع المسلح في اليمن وتعتبر هذا نوع من الدعاية المغرضة ضد الوطن وضد المكتسبات الوطنية وما إلى ذلك من التدبيجات لكن معم. حتى عام 2013 اعترفت الحكومة اليمنية والرئاسة اليمنية بهذه المشكلة وبدأنا في وضع يعني أسس لحلها لكن للأسف الشديد حتى الآن لا نستطيع نقول بأن هناك حلول عملية يمكنها أن تحد من المشكلة بقدر ما هو موجود من ال ال دعنا نركز في بالنقطة هنا عن الأسباب بشكل مباشر. سيد أحمد يعني ربما السبب الرئيس الذي لا يختلف عليه إثنان هو الفقر أسباب أخرى برأيك يعني تدفع الأطفال لأن يكونوا يعني وقود في هذه الحرب أنا أنا سردت لك فيما مضى يعني حزمة من الأسباب الجوهرية والتي قلت لك أيضاً أن من ضمنها الفقر وتدني البطالة وحالة النزوح التي أفقدت الكثير من الأطفال الاستقرار وأيضاً يعني تردي سبل العيش، هناك أيضاً مشكلة الخطاب الإعلامي الذي يعني يحشد ويعني ضد الآخر ويحبذ على الموت وعلى القتل وعلى القتال وعلى تخوين اليمني الآخر واستهدافه واستحلال دمه، هناك أيضاً التدمير الكبير الذي حكى العملية التعليمية من تدمير المدارس بشكل جزئي أو كلي سواء من قبل الجماعات المسلحة التي تقوم باستهداف المدارس واحتلالها وتحويلها إلى ثكنات أو إلى مخازن أو إلى سكنات أو من خلال الطيران الذي يقصف يعني 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 عشرات أو مئات المدارس هناك أيضا مشكلة يعني عدم تسليم مرتبات المعلمين التي تسببت في نزوح الكثير من المعلمين واحترافهم لأعمال أخرى بما فيها يعني التحاق بجبهات القتال أو باع يعني متجولين أو غير ذلك بديلًا عن العمليه التعليميه التي توقف يعني دفع مرتبات المعلمين فيها منذ حوالي عامين تقريبا او عام ونصف وهذه يعني يعني حزمه كبيره جدا من المشكلات التي تسببت ايضا عدم وجود جانب قانوني الشلل كبير جدا في يعني السلطه القضائيه الشلل كبير جدا في في فيما يتعلق باداء مؤسسات المجتمع المدني التي كانت تقوم بدور ايجابي مقارنه بالدور الحكومي السلبي فيما قبل 2013 نعم. لكن للاسف الشديد منظمات المجتمع المدني وخاصه المنظمات الوطنيه التي تستطيع الوصول الى الكثير من المناطق اليمنيه والى الفئات اليمنيه وتستطيع يعني بكون كونها جزء من هذا النسيج الاجتماعي ان تعرف ما هي الاسباب وتؤدي الى حلولها، هذه المؤسسات المدنيه او الاهليه اصبحت شبه مشلوله لا تستطيع الوصول الى الدعم ولا التمويل لبرامجها، ايضا سيطره الجماعات المسلحه على الارض هي التي تسيطر وهي التي تجند وهي التي تحكم وهي التي يعني تعلق او تطبق القانون، كل هذه يعني اسباب يعني مباشره تؤدي الى الى الى, إلى زياده يعني الدفع بالاطفال والمراهقين الى جبهات القتال. نعم اذا تكرم البقاء معي نعم. سيد احمد و سنذهب الان لنشرك معنا في النقاش ستنضم الينا السيده فاطمه ابو الاسرار باحثه سياسيه ستنضم الينا من واشنطن، سيده اسماء مساء الخير. مساء الخير استاذ شادي اهلا بك وبضيوفك الكرام. اهلا بك سيده فاطمه، يعني نتحدث اليوم عن قضيه الاطفال وتجنيدهم في هذه الحرب ونبحث في هذه الحلقه عن الاسباب والحلول. ونبدا معك بهذا التساؤل سيده اسماء في قضيه تجنيد الاطفال هل تعتبرين هذه القضيه يعني مشكله ام انها جريمه؟ لا طبعا قضيه تجنيد الاطفال يعني ما الواحد ما فيهش استفتاء يعني هي جريمه حرب بشكل كبير على حسب ما تم تصنيفها في الامم المتحده انه تجنيد الاطفال يعتبر جريمه حرب وخاصه خاصه اذا كان الطفل اقل من 15 عاما نحن الان المشكله عندنا في اليمن انه عندنا مع الاسف اعراف قبليه واجتماعيه قديمه مر عليها الدهر ويجب يعني ان نتخلص منها لانها لا تلائم العصر والدوله المدنيه اللي احنا فيها. ف طبعا يعني ظاهرة انتشار تجنيد الأطفال في اليمن ظاهرة نعتقد قبلية قديمة نحن أغلب الأطفال عندنا كمان يعني ما عندهم شهادات ميلاد نبدأ يعني فحتى ما نعرف حتى نعرف بالضبط تحديدا كم هم عمرهم لكن أقل من 18 وأقل من 15 يدرمه المجتمع الدولي نعم طيب يعني في التوصيف العام لهذه المشكلة يعني ما يتفق عليه الجميع أن الفقر سبب رئيس في هذه المشكلة أسباب أخرى بنظرك أنا يعني أنا زي ما كلمتك الفقر سبب طبعا لأنه بيتم استقطاب أغلب هذول الأطفال عن طريق يعني إعطائهم مبلغ مالي بعض المنظمات قالوا أنها تتراوح ما بين 100 إلى 150 دولار بالشهر نعم. ويزقوا بهم بالجبهات من هذه الناحية والاسباب الاخرى كما شرحتها لك اللي هي القبليه والاجتماعيه فالمجتمع عندنا مجتمع قبلي في مناطق مختلفه يعني بنشوف فيها الاطفال ممكن انهم يحملوا سلاح ممكن احيانا الاطفال حتى يخزنوا قات يعني القات وبعض المظاهر هذه اللي هي تعتبر مخدرات محرمه في العالم عندنا متاحه فعندنا بعض المظاهر اللي هي مع الاسف ما هيش مظاهر مدنيه وبعض الاماكن متمسكين فيها لكن انا اعتقد انه اطفال تحت 15 سنه انه يعني لما بيتم اعطائهم اما مخدرات او اما سلاح فهذا يعني جريمه بحق الطفوله ويعني وتبين كمان عدم عدم نهض المجتمع فنحن الان طبعا يعني كمنظمات مجتمع مدني آه والنشطاء واغلب الاغلب اغلب الاشخاص اللي هم يعني عايشين في المدن لا يقبلون نعم. لكن سيده آه سيده فاطمه يعني سيدهم. البعض آه قد يقول انه طالما والطفل يعني قادر على حمل السلاح وان مساله يعني العائد المادي آه لدخل الاسر هو مساله تجنيد الاطفال وانه لا يعني ليس لديهم اي مصدر دخل غير انهم يجندون اطفالهم المشكله كيف يعني تنظرين على من او تنظرين في من يتبنى هذا الطرح؟ يعني من يضمن للطفل حقوقه حقوق الطفل هي التعليم الصحه العيشه الكريمه وليس التجنيد وحمل السلاح فهذا يعني ليس هذا هو المستوى الذي هو يعني احيانا الاختلاف في في بعض يعني عند بعض الناس في هذه المساله فيما يتعلق بالاعمار بمعنى انه في العشر سنوات او 11 سنه هنا المساله واضحه بانه في اي حال من الاحوال ولن تكون حتى المعيشه مبرر لان يذهب الطفل الى التجنيد ولكن هنا يدور النقاش احيانا ما بين عمر ال 15 عام الى 18 عام يقول البعض انه في حال انه هذا الطفل سيكون مصدر دخل لاسرته فما المشكله؟ أه لا طبعا غلط <applause> يعني اولا نحن في احنا يعني بالاول لما على دوله أه الدوله لازم انها يعني أه تلتزم بالاعراف أه الدوليه وال اللي هو او الاجتماع اجتماعات جنيفا وكونفنشن حق جنيفا أه التي تم في توقيع الحكومه انها يعني لن لن تستخدم الاطفال في الجيش الحكومي لا. ومع الاسف ما زال في هناك نسبه بسيطه من تجنيد الاطفال في الجيش في الجيش الحكومي لكن الحكومه اليمنيه ايضا وقعت في في مايو في 2014 مع الامم المتحده خطه عمل تتضمن انه الاطفال المجندين في الجيش الحكومي يتم تسريحهم ووجدنا كمان حتى يعني بعض بعض الصعوبات في تسريح هذول الاطفال لكن طبعا يعني كجيش حكومي الحكومة الدولة يجب أن تضمن هذا الحق لجميع الأطفال لكن يأتي طبعا الميليشيات الآن زي ميليشيات الحوثي وهي تجند الأطفال بشكل كبير وكمان فوق التجنيد بتعطيهم برنامج طائفي وهذا يثير القلق يعني الطفل كمان يكبر ومتبني عقيده متطرفه نعم. وهذا سيكون له اثر في بناء المجتمع. فاذا يعني نستخدم هذا الطفل في تعليمه وتثقيفه او نستخدم الطفل في في تحريضه يعني ها يعني هذا اللي بيخلي يعني يعني هذا بينعكس على المجتمع نعم في 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 سيده فاطمه تكرمي بالبقاء معي واذهب الى ضيفي عبر الاقمار الصناعيه الاستاذ أحمد القرشي يعني سيد أحمد أنقل إليك نفس التساؤل يعني الكثير أو قد يطرح البعض بأنه إذا كان الطفل مصدر دخل لأسرته في ظل هذا الوضع وبالتالي هنا الأعمار هي أعمار المراهقة ما بين 14 عام إلى 18 يعني هنا ما المشكلة؟ يعني هذا ليس مبرراً كما أنت سألت من سابق أيضاً هذه جريمة حرب تمارس ضد الأطفال على نطاق واسع ولا توجد لها حلول وليس مبرراً أبداً بأي شكل من الأشكال تجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لا كمصدر دخل ولا كمصدر أيضاً للاستقواء ولا أيضاً كمصدر لي أو سبب لي يعني حصول الطفل أو الأسرة أو القبيلة على مركز اجتماعي أو على وظيفة أو تأمين وظيفة أو إلى ذلك المسألة عدت هذا تقريبا ليس فقط الجانب الاقتصادي ولكن كما ذكرت لك لكن هناك سيد احمد يعني هناك اسر يعني آه طرح هذا جاء من ان هناك اسر لم تجد يعني لا تجد اي بديل لمصدر دخل وانها يعني قد تموت من الجوع اذا لم تذهب باطفالها الى الجبهات وهذا ما هو حاصل في حال الكثير من الاسر يعني غير البحث عن منصب او تقرب من السلطه أو, او ما شابه يعني هنا المساله متعلقه بلقمه العيش هذا, هذا هذا التبرير يقود الى سؤال اخر، اين المعالجات التي تقوم بالضبط. بها المنظمات الدوليه والحكومه اليمنيه والدول الاقليميه الداعمه لليمن؟ اين تذهب الاموال التي يتم يعني الاعلان عنها من وقت الى اخر؟ هل فقط سيظل يعني اداء المنظمات الاغاثيه والدوليه منصب فقط على الاتكاليه، تعزيز الاتكاليه ويعني آآ آآ تقويض الـ 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 الوضع الاقتصادي للبلد او المساهمه في تقويضه؟ من خلال توجيه هذه ما تبقى من هذا من هذا الدعم في مواد غذائيه تنتهي خلال 20 يوم او شهر ويصبح الناس في حاله يعني اخرى يعني بحاجه الى امداد بغذاء هذا ليس حلا ابدا هذه الطوارئ يفترض ان لا تستمر يعني او هذا التعامل مع مع الناس يفترض ان لا يستمر يعني لسنوات يعني هو شهر شهرين ثلاثه على بال ما يتم يعني ترتيب اوضاع الناس واعاده تاهيلهم او يعني امدادهم بالادوات وبالدعم الذي يمكنهم من التعافي الذاتي ومن الاعتماد على انفسهم في تحسين سبل معيشتهم، نحن اليوم امام مشكله كبيره جدا وهو يعني مساعده المجتمع للتحول الى بطاله اكثر من خلال المواد الغذائيه او التركيز على المواد الغذائيه وعلى الايواء وعلى اشياء احيانا عندما تناقش مع او تستمع الى 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 التقارير التي تقدمها المنظمات الدوليه تجد ان الكثير منها يعني هو هدر لهذه المساعدات لو تم توجيه الكثير من هذه المساعدات في ايجاد يعني او تمكين الناس من التعافي الذاتي ومن الاعتماد على انفسهم من اعاده يعني تشغيل مشاريعهم او استفاده من طاقتهم وقدراتهم يعني اعتقد بان نسبه كبيره جدا من من النازحين والنازحات ومن الشباب يعني سيكونون قادرين على سبيل المثال مثلا يعني المناطق التي نزحوا الناس منها في مناطق ساحليه يفترض ان يتم تامين يعني مشاريع ل يعني تحسين سبل معيشتهم من خلال البحر اذا كان على سبيل المثال يعني المناطق البحريه في بعض اجزاء البحر الاحمر غير امنه وتتعرض للاستهداف سواء بالاباتشي او بالالغام التي يتم زراعتها في البحر او غيرها من المخاطر الكبيره، هناك يعني 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 مساحه كبيره جدا من البحر العربي ومن البحر الاحمر ايضا، يعني يمكن للناس ان يصطادوا فيها، لماذا لا يت... يتم مثلا يعني بالفعل التركيز على الاصطياد، لماذا لا يتم التركيز على تحويل هذه المعسكرات او المخيمات النازحين الى اماكن للانتاج، يعني 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 لو لو تم يعني امداد الناس بالغذاء وتدريبهم او تعزيز قدراتهم على ان يصبحوا منتجين، انا اعتقد بان هذا سيكون يعني له دور كبير جدا، وهذا يفترض ان يكون يعني الدور المحوري يعني تتحكم به وزارتي الثروه السمكيه والتدريب المهني والتعليم الفني، هذه هاتين الوزارتين لو قامت يعني او استطاعت ان تقوم بدورها او تم تمكينها من القيام بدورها فنحن امام قدره على الانتاج وعلى يعني تشغيل الطاقات والامكانات البشريه المتوفره في في اماكن النزوح سواء كانت مخيمات او لدى يعني يعني مجتمعات مضيفه في عدن او لحج او الحديده او غيرها من المحافظات ابيان مثلا وغيرها يعني سنجد يعني نسبه كبيره من الناس تستطيع ان تعتمد على نفسها وعندما يعتمد على نفسه ويستطيع ان يتحرك سواء في البحر او البر هو سيتحرك ويعول معه عدة أسر من الذين يساعدونه مثلا في أداء المهام وفي الأعمال ويستوعبهم في هذه المشاريع والمناشط الصغيرة المدرة للدخل أما الاعتماد الكلي على توزيع مساعدات غذائيه هذه اتكاليه ونحن يعني في حاله يعني انهيارات يعني مستمره فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني الذي نعم. يعني بحاجه الى 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 ازمنه كثيره كي يتعافى نعم. يعني انا ادعو واشدد على ضروره اعاده النظر فيما يتعلق بسياسات المساعده الانسانيه الطارئه في اليمن للنازحين بالذات والمتضررين من الحرب بحيث يكون جزء كبير منها يذهب الى يعني تنميه الاسر وتنميه المشاريع الصغيره وايجاد وخلق ايضا فرص اما الاتكاليه هذه فنحن سنستمر في دوامه خطيره تلتهم شبابنا وتلتهم اطفالنا وتلتهم امكاناتنا وتقذف بنا بشكل يعني في 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 دوامه الفقر بشكل مستمر والبطاله وهذا خطير جدا على المستوى الاني وعلى المستوى الاستراتيجي نعم. المتوسط ايضا للبلد. نعم اذا ابقى مم. معي سيد احمد ومشاهدينا سنذهب الان لمشاهده اراء لبعض الناشطين والمختصين فيما يتعلق بظاهرة تجنيد الأطفال نتابعها سوياً. لكن الآن صرنا وهذا ما 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 جعل الآباء يزقوا بأبنائهم على آآ أموال آآ وعود وليس أموال وعود من الطرفين من الطرفين وعود هذه الوعود قد آآ قد آآ تصل إلى 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 عشرين ألف إلى ثلاثين ألف في كل أربعة أشهر في كل كذا. ايضا وعود اخرى انه سن يعني سنعطيك السلاح وسنا وستعود الى اسرتك وانت تحمل السلاح وعود ايضا وعود وعود باننا سنمسكك منصب وستكون ابو فلان وعود هذه مما جعل جعل ايضا ارباب الاسر يفلت لعابهم على اشياء حقيقه و يعني الحقيقة معذورين هذا الوضع الاقتصادي السيء هو الذي أضطر الآباء بدفع أبنائهم للتجنيد وإضافة إلى أنه الإغراء التغرير بالأطفال من أجل الرواتب تغريرهم أو إغراءهم بالسلاح هذا الوضع بحد ذاته جعلت الأطفال دائما يفكر بأنه رفع مستوى الاقتصادي لأسرته فأغلب الأطفال الموجودين هنا عندنا كان الدافع الأساسي لهم هذه القضية ومن اجل ذلك ظل الاطفال هم وقود الحرب حتى هذه اللحظه استغلال الوضع الاقتصادي الحلول اعتقد ان اولا واساسا توجه الحكومه برفع المستوى الاقتصادي بالضمان الاجتماعي ان تتكفل بالاسر الفقيره في الايواء في التغذيه الامان الامان اللي هو الاساس الطبيعي والاساسي اللي هو الغذاء والكساء وضع الحلول اليوم يقع على عاتق كافة المنظمات العاملة في اليمن منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان خصوصا حقوق الطفولة أيضا الحكومة اليمنية التي وقعت أكثر من اتفاقية في المرحلة الأخيرة لابد أن تعمل على إيجاد حلول نوع آنية سريعة من أجل رفض الأسر أو المجتمع المحلي بما يساعدهم على معيشتهم وايضا فتح المدارس والمحاضن التي تستقبل الاطفال ونشر برامج التوعيه والدعم النفسي للاطفال بشكل كامل. اذا مشاهدينا هذه كانت اراء بعض المختصين فيما يتعلق بظاهره تجنيد الاطفال واعود لضيفتنا من واشنطن السيدة فاطمة أبو الأسرار سيدة فاطمة يعني الأسباب التي ذكرتها أنت والتي ذكرها أيضا السيد أحمد وأيضا أسباب ذكرها بعض المختصين في هذا الفيديو يعني دعينا نتحدث هنا عن كيف بالإمكان معالجة هذه الأسباب <applause> طبعا معالجه الاسباب الاساسيه لو يعني اول شيء لازم يكون الدوله وجود يعني انا اعتقد هذا اولا وثانيا التزام الدوله بان توفر الحمايه للاطفال فالحمايه هذه سواء حمايه اقتصاديه ولا حمايه من المجتمع والاعراف اللي هي يعني ممكن انها تسمح لاهل ما عندهمش ضمير انهم يحطوا يعني اطفالهم في الجيش وبالنسبة للأطفال اللي هم يعني بينساقوا وراء الميليشيات سواء يعني لأي سبب أو لآخر إما لغرض مادي ولا لغرض إنه يكون معهم لقب أو منصب وإلى آخره فطبعا يعني هذه معالجة جذرية أولا تبدأ بإدانة الأطراف التي يعني الميليشيات التي تقوم بزق بالاطفال في في الحرب. فالادانه اولا وثانيا يعني التحريم ومنع الاطفال من انهم ينخرطوا في هذه الميليشيات. نعم. المجتمع لازم يكون اوعى بشكل يعني المجتمع لازم يتحرك ويكون اوعى ويبدا يساندوا انفسهم يعني اذا يعني لمحاربه هذه الظاهره السيده فاطمه يعني من هي الجهات التي تتحمل المسؤوليه الاخلاقيه بشكل عام حيال استمرار تجنيد الاطفال؟ جميع الجهات تتحمل المسؤوليه فعندك اما الحكومه او او ايضا تتحمل المسؤوليه وإحنا كمان كمجتمع مدني يجب ان نتحمل المسؤوليه لانه على عاتقنا على عاتق المجتمع المدني يعني طرفي الازمه والمجتمع بتوصيفك يعني حتى يبدا من العائله يبدا من الجار يبدا من الصحافه في كل كل المجتمع نحن ك يعني ك المجتمع يجب ان ان يبدا يعارض هذه الظاهره يعني ان تغير يعني يجب ان تغير الباطل الذي تراه يعني حتى لو حتى لو بقلبك وهو اضعف الايمان بس اذا في شيء بيدك ان تعمله فنحن لازم انه نتحرك كمجتمع ونتحدث عن هذه الظاهره طبعا يعني شيء يؤسفني انه المجتمع الدولي لا يركز على ظاهره تجنيد الاطفال في اليمن لانه لا. يعتقد انه طيب بالنسبه للمجتمع الدولي انت انت كما حدثت سيده فاطمه هو يعني المسؤوليه تقع على طرفي الازمه وايضا على المجتمع إذا ما تحدثنا عن المجتمع الدولي يعني ما حجم مسؤولية هذا المجتمع إزاء توسع واستمرار هذه الظاهرة والجريمة بحق الأطفال في اليمن طبعا المجتمع الدولي يدين تجنيد الأطفال لكن لما وصلوا لليمن بدأ يتم هناك تبريرات تدخل في الصحافة أنه هذا شيء من المجتمع اليمني أنه مجتمع اليمني مجتمع قبلي أنه غير مدني وأنه الأطفال فيه يحملون السلاح وإلى آخره يعني وهناك يعني ناس من من يروجوا لهذا الموضوع يعني ويصفوه كأنه كأنه هل بات هذا الأمر مقبول لدى المجتمع الدولي؟ عفوا؟ هذا الأمر وهذه المبررات باتت مقبولة لدى المجتمع الدولي؟ يعني قبل بها؟ بالنسبه للاطراف النزاع اللي هي الميليشيات يعني ما مساله انه الصوره التي باتت عند المجتمع الدولي بان اليمن مجتمع قبلي وان مساله التجنيد هي مساله طبيعيه هل بات المجتمع الدولي يعني يقبل بهكذا مبررات يعني هم طبعا يعني مش انهم يقبلوا بهذه المبررات ولكنهم يتفهموا الوضع ولذلك فانه فانه لا يحتل اولويه في المجتمع الدولي وأحنا علينا كيمنيين أن نتم إثارة هذه القضية يعني مرارا وتكرارا لكن المجتمع الدولي الآن يعني يهمه مثلا قضايا الكوليرا أكثر من قضايا التجنيد نعم إذا تكرمي بالبقاء معي سيدة فاطمة وأعود لضيفي عبر الأقمار الصناعية سيد أحمد القرشي يعني سيد أحمد هناك أيضا مشكلة و... الكثير متنبه لها في مساله تجنيد الاطفال بان هناك بعض الاسر تقوم بالدفع بابنائها بشكل تلقائي ربما يعني يعني معتقداتهم الفكريه المشتركه مع طرف محدد و او من جانب حزبي او من جانب طائفي وبالتالي بكل اريحيه تدفع بعض الاسر باطفالها وكانه يعني لا يهمهم شيء في الامر Um. لا شك أن هذا قد يكون واحد من الأسباب، لكنه أستطيع القول بأنه سبب ضئيل جداً لأنه ليس كل من يعني يذهب أطفالهم إلى جبهات القتال أو يشتركون في الحرب هم على وفاق تام ب يعني من الناحية الفكرية بشكل يجعلهم يعني يفضلون موت أطفالهم على أن على الحياة يعني حتى ما يتم ما يتم الترويج له ونشره من يعني ابتهاجات الأمهات بأبنائهم ما يسمى هذا لا. آه يعني لا اعتقد بان هذا يعني هو آآ آآ اداء